الأنسب الفلاحي مع اسكندر تليلي. أنا هي أحسن أوريونتاسيون أو اتجاه لكل غرفة في تونس اللي موجودة في الهيميسفير نور أو النصف الشمالي الكرة الأرضية. وجهة بيتصال متاعك للجنوب على خاطر هذا يخلي الشمس طبيعية متاع نهار كامل موجودة ويخلي الاسباس ضاوي ومشرق. بالنسبة للكوجينة أو المطبخ ماذا بينا يكون متلفت للشرق أو الجنوب الشرقي، لأنه هو اللي ساعدنا بالشمس نتاع الصباح تدخل واللي هي بينها تساعدنا باش نبداو نهارنا، وتزيد تعطيك انرجي في الشتاء. بالنسبة لبيوت النوم ماذا بينا يكونوا متلفتين للشرق باش نستفادوا من شمس الصباح ونقوموا بطريقة طبيعية. ينجم يكون الاتجاه الشمالي زاد باهي كان نحبوا نحافظوا على درجة حرارة مستقرة وباردة خاصة في البلايص السخونة. بالنسبة للبيرو أو المكتب ماذا بينا نختاروا الاتجاه الشمالي لأنه يعطينا شمس طبيعية مستقرة وما يعطيناش وهج، وهذا الشيء اللي باش يساعد على الخدمة وعلى القراية. بالنسبة للسالدوبا أو الحمام ماذا بينا يكون في الشرق أو الجنوب الشرقي باش تحصلوا على إضاءة طبيعية في الصباح اللي هي تعاوننا باش نحضروا في النهار. وهكا توليوا تكونوا عرفتوا كيفاش تحسنوا في اتجاه كل غرفة باش تحصلوا على دار ضاوية ومختصة في الطاقة. كان معكم اسكندر تليلي في هندسة بالفلاقي ونشوفكم في الفيديو الجاي.